بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الدين في خطر يا أمة الإسلام، 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 الدين في خطر يا أمة الإسلام. الإلحاد ينتشر والدين يستمر، وأئمة الضلال في لهو تستمر، لا فعل يحق ضغط ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر، الأكثر في جهاد وهنا هو صبيان ضيعون والرشاد، فلله في عصيان ضيعون والرشاد ولله في عصيان. الدين في خطر يا أمة الإسلام، 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 الدين في خطر تفككت لا تقوى تحطمت، من بعدها عن الله تراها تشتتت، تراها تشتتت. الأولاد تائهون في ضياع مغرقون، والبنات لا يردن إلا ما فيه الجنون، إلا ما فيه الجنون. الدين في خطر يا أمة الإسلام، yeah.
أتينا في خطر يا أمة الإسلام. الأولاد تائهون في ضياع مغرقون، الأولاد تائهون في ضياع مغرقون، بنات لا يردن إلا ما فيه الجنون، والبنات لا يردن